أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الرابعة، الحياة اليومية، الدرس الثلاثون، الحوار الثالث. انظر واستمع واعد. عادل، متى وين تستيقظ؟ يو ويك اب يوم العطلة on holiday. متى تستيقظ يوم العطلة؟ When do you wake up on holiday? استيقظ I wake up مبكرا early. استيقظ مبكرا I wake up early. ومتى and when تستيقظ you wake up أنت you. ومتى تستيقظ أنت؟ And when do you wake up؟ أستيقظ I wake up متأخرة late. أستيقظ متأخرة I wake up late. ماذا what تفعل you do في in الصباح the morning. ماذا تفعل في الصباح؟ What do you do in the morning؟ أشاهد I wake up. Sorry. أشاهد I watch التلفاز the television. أشاهد التلفاز I watch the television. وماذا and what تفعل you do أنت you. وماذا تفعل أنت and what do you do. أقرأ I read صحيفة newspaper. أو أور كتابا بوك. أقرأ صحيفة أو كتابة. I read a newspaper or a book. أين وير تصلي يو بري الجمعة the Friday. أين تصلي الجمعة where do you pray the Friday. تصلي I pray الجمعة the Friday في المسجد الكبير in the big mosque. أصلي الجمعة في المسجد الكبير. I pray جمعة in the big mosque. وأين and where تصلي you pray أنت you. وأين تصلي أنت and where do you pray. أصلي I pray في in المسجد الكبير big mosque أيضا as well. أصلي في المسجد الكبير أيضا. I pray in the big mosque as well. Aisha Imran, you are Assalamu up. alaikum. Walaikum Assalam. Okay, read the whole dialogue yourself. Then, dirty lesson. الوحدة الرابعة، الحياة اليومية. Repeat. الوحدة الرابعة، الحياة اليومية. الدرس الثلاثون. الدرس الثلاثون. الحوار الثالث. الحوار الثالث. انظر واستمع. انظر واستمع. متى تستيقظ يوم العطلة؟ متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا. أستيقظ مبكرا. ومتى تستيقظ أنت؟ ومتى تستيقظ أنت؟ أستيقظ متأخرا. أستيقظ متأخرا. ماذا تفعل في الصباح؟ ماذا تفعل في الصباح؟
أشاهد التلفاز. أشاهد التلفاز. وماذا تفعل أنت؟ وماذا تفعل أنت؟ أقرأ صحيفة أو كتابا. أقرأ صحيفة أو كتابا. أين تصلي الجمعة؟ أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد الكبير. أصلي الجمعة في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟ وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا. أصلي في المسجد كبيرا أيضا. مريم إبراهيم. اسمعوا والآن من جاء دورك. repeat الجانا والآن جاء دورك. What does it mean, Mualle? Now it's your turn. Okay. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع واعد. Do you wake up on holiday? متى تستيقظ يوم العطلة؟ متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا. أستيقظ ومتى مبكرا. تستيقظ أنت؟ ومتى تستيقظ أنت؟ أستيقظ متأخرا. أستيقظ متأخرا. ماذا تفعل في الصباح؟ ماذا تفعل في الصباح؟ أشاهد التلفاز. أشاهد وماذا تفعل التلفاز. أنت؟ وماذا تفعل أنت؟ أقرأ صحيفة أو أقرأ كتابا. صحيفة أو كتابا. أين تصلي الجمعة؟ أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد الكبير. صلي الجمعة في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟ وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا. أصلي في المسجد الكبير أيضا. ياسيني. Yes. نعم. You are the first student. Okay. ينو سابيسا. مسهور. السلام عليكم. وعليكم السلام. You are second student. Okay. متى تستيقظ متى تستيقظ في العطلة؟ Or is female, so you will say متى تستيقظين يوم العطلة. متى تستيقظين يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا. ومتى تستيقظون أنت؟ ياسيني is male, so you say ومتى تستيقظ أنت. ومتى تستيقظ أنت؟ ومتى تستيقظ أنت؟ أنت. You need to say ياسيني I yeah. wake up late. أنا تستيقظ
متأخرا. أستيقظ أنا أنا أستيقظ متأخرا. ماذا تفعل في الصباح؟ أنا في الصباح تلفزيون. أشاهد التلفاز. مشاهدة التلفاز. أنا مشاهدة تلفاز. أنا مشاهدة تلفاز. مشاهدة. أشاهد أنا مشاهد تلفاز. أشاهد ياسين. Not move. ألف همزة. Not ميم. Look here ياسيني. This word. Yeah. Read this أنا word. مشاهد تلفاز. This is not ميم. Look carefully Hamza. Yeah. Read this word. Okay. أشاهد تلفاز. أشاهد تلفاز. Yes. تلفاز. تلفاز. أشاهد تلفاز. What do you do? Ask this question, Yasini. Okay. متى أستفعل في الصباح؟ ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين في الصبح؟ أقرأ صحيفة أو كتابا. صحيفة أو كتابا. متى تصلي صلاة الجمعة؟ متى تصلي صلاة الجمعة؟ أين تصلين؟ أين تصلين صلاة الجمعة؟ أصلي الجمعات في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟ تصلي في المسجد الكبير أيضا. أصلي في مسجد كبير أيضا. عائشة عمران. نعم. You are first. مريم إبراهيم. متى تستيقظين؟ في العطلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. You are second. Yes, sir. متى تستيقظين يوم العطلة؟ أستيقظ عند الفجر. Okay. متى تستيقظ؟ جي سر. أوكي. متى تستيقظين؟ أستيقظ متأخرا. Aisha, you better answer according to yourself this time. Try to make some change. أستيقظ عند الفجر أيضا. أيضا. أين what do you do in the morning? متى أين؟ ماذا تفعلين in the الصباح؟ في الصباح. ماذا تفعلين في الصباح؟ أصلي الفجر وبعد تناول التمر مع العسل. عسلي. بعد ذلك التناول التمر مع العسل. التمر. نعم. تمر. Ask this question, Aisha.
وماذا تفعلين أنت؟ أنا أقرأ القرآن. عشاء. أين تصلي الجمعة؟ تصلينا. أصلي الجمعة إن في البيت. في البيت. All these questions, Samia. متى تصلين أين صلاة الظهر؟ تصلين؟ أين تصلين صلاة الجمعة؟ أنا أصلي في البيت أيضا. في البيت أيضا. الوحدة الرابعة الحياة اليومية. الدرس 30 المفردات الأرض. انظر واستمع وعد. سارة أستاذ؟ repeat what here يس. كتاب الوحدة الرابعة repeat الوحدة الرابعة رابية. الحياة اليومية. الحياة اليومية. الدرس 30. الدرس 30 المفردات. المفردات. العرض. الأرض. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. كتاب. كتاب. صحيفة. صحيفة. تلفاز. تلفاز. يشاهد. يشاهد. الصباح. الصباح. كبير. كبير. مبكرا. مبكرا. متأخرا. متأخرا. ياسيني. الوحدة الرابعة. repeat الوحدة الرابعة. الحياة اليومية. الحياة اليومية. الدرس 30. الدرس 30 المفردات. المفردات. العرض. العام. الأرض. العاد. الأرض. الأرض. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. كتاب. كتابة. صحيفة. صحيفة. تلفاز. تلفاز. يشاهد. يشاهد. الصباح. الصباح. كبير. كبير. مبكرا. مبكرا. متأخرا. متأخرا. نريب
exercise أجيبني الأسئلة باختصار. Answer the questions in brief. يانوسا بيسا. مسهور. السلام عليكم. وعليكم السلام. من يستيقظ مبكرا؟ فيصل. كيف فيصل؟ فيصل؟ يستيقظ مبكرا. من يستيقظ متأخرا؟ عادل يستيقظ متأخرا. من يقرأ كتابا؟ You can hear me, فيصل right? يقرأ. Okay. فيصل يقرأ كتابا. So we can use any name. Name does not matter. Just grammar matters. Now all of you write these answers here and send me right now. الآن كلكم يكتبوا أو اكتبوا أجوبة وارسلوا إجابتكم. Yes, I can hear. من يغسل الملابس؟ Who will wash the clothes? What did you write here? What? أحد And then سأغسل الملابس. أغسلو mean I wash. We need he wash. So you will say يغسلو. ستغسل. يغسل. يغسلو يغسا يغسلو. Then من سيكنسو. Again you have written سأكنسو. What will you write here? سيكنس. سيكنسو. And what will you write here? ستقرأ. ستقرأ. سيقرأ. سيقرأ. Then ستكنس. ستكنس. Spelling mistake here. Okay. Next. This is correct. Next. What is the mistake here? لطيفة ستكوي. ستكوي. كم أفراد الأسرة؟ خمسة. You have written خمسة mean five. But I think they are eight. You better count them again. Grandfather, grandmother, father, mother, four are these. And I think four children, total eight. سمانية أفراد. من هم؟ Who are they? So here you need to write their names like Fatima, Latifa, Ahmad, Jad, Jadda, Al-Ab, Al-Um. What will you write in this one? The name of family members. Mata Hazal Hivar. When this dialogue took place. So this dialogue took place on the holiday. So here you will write Yawmal Utla. What will you write here? Yawmal Utla. Yes. All of you write these answers and send me before the next class. Isa Hambisa. Maryam Ibrahim. Samia Kayum. Ji sir. Read this. رجال. رجال. نساء. نساء. رجال. 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 نساء. Third one. نساء. نساء. البنات يجرين. البنات يجرين. نساء. Third one.
نساء. Women. Third one. البنات يجرين. البنات يجرين. الرجال. Fourth one. Men. رجال. نساء. Women. نساء. الرجال يشربون. الرجال يشربون. رجال. 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 Fourth one, men. الرجال يشربون. الرجال يشربون. الرجال يشربون. البنات يجرين. Third option, the girls are running. البنات يجرين. الأولاد يقرؤون. الأولاد يقرؤون. الرجال يشربون. Second option, the men are drinking. الرجال يشربون. الأولاد يقرؤون. الأولاد يقرؤون. Fourth option. الأولاد يقرؤون. البنات يجرين. البنات يجرين. Fourth option. The girls are running. بنات يجرين. البنات يجرين. الأولاد يقرؤون. The boys are reading. Fourth option. الأولاد يقرؤون. الرجال يشربون. الرجال يشربون. Second option, the men are drinking. الرجال يشربون. الأولاد يقرؤون. Fourth option, the boys are reading. الأولاد يقرؤون. الأولاد يقرؤون. سارة. البنات يجرين. البنات يجرين. نساء. نساء. The boys are reading. الأولاد يقرؤون. الأولاد يقرؤون. رجال. First one. رجال. البنات يجرين. First. The girls are running. البنات يجرين. الأولاد يقرؤون. الأولاد يقرؤون. The boys are reading. Fourth. الأولاد يقرؤون. رجال. رجال. Second. Men. رجال. البنات يجرين. The girls are running. Third one. البنات يجرين. الأولاد يقرؤون. The boys are reading. Second. الأولاد يقرؤون. نساء. نساء. Women. نساء. First. The men are drinking. الرجال يشربون. الرجال Second. يشربون. رجال. Men. First one. رجال. رجال يشربون. The men are drinking. Second. الرجال يشربون. First. Women. نساء. الرجال يشربون. The men are drinking. Fourth. الرجال يشربون. Any student can answer now. It's a speed review. Anybody? Benton.
بنت. بنت. الولد يأكل. الولد يأكل. الولد يشرب. الولد يشرب. البنت البنت تقرأ. البنت تشرب. تشرب. نساء. المرأة. الامرأة. امرأة. المرأة. الامرأة تأكل. المرأة تأكل. المرأة تشرب. المرأة تشرب. البنت تجري. البنت تجري. الرجل يأكل. الرجل يأكل. الولد يجري. الولد يجري. البنت يأكل. تأكل. تأكل. البنت تأكل. الإمرأة المرأة تجري. تجري. المرأة تجري. الرجل يجري. الرجل يجري. الرجل يقرأ. الرجل يقرأ. الولد يقرأ. الولد يقرأ. البنت تقرأ. تقرأ. البنت تقرأ. تقرأ. الإمرأة تقرأ. المرأة تقرأ. تقرأ. بنات. بنات. أولاد. 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 الأولاد الولد يقرؤون. يأكلون. تأكلون. الأولاد يأكلون. البنات يشربون. البنات يشربن. يشربين. يشربن. تشربين. الولد ولد. 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 مرحبا. 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 رجل. الرجل. رجل. الرجل. الولد الرجل يشرب. الرجل يشرب. البنت البنات البنات يجرين. يجرين. الولد يقرؤون. الأولاد يقرؤون. الأولاد يقرؤون. رجلان. رجال. 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 نساء. 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 الرجل يجري. الرجل يشربون. We'll stop here and next time inshallah we'll continue. Anybody, any question? Sir, can I submit these answers for these questions later on, sir? Is that okay? Yes, okay. Okay, sir. Thank you. You're welcome. Anybody else? Nisaun, Nisaun or Miratun, dono women ko kahte. Mara, one woman, single, singular, Nisa, plural. Anybody else? Nisa, Nisaun. Nisa is plural, Imra'a, singular. So, what would be the plural of Imra? Imra'atun? Nisa. Is one woman.